بالنسبة للتهديدات جاءت نتيجة لدعوة صريحة بأن الشعب يلزم يتحمل مسؤوليته، هكا هي رسالة مشافرة من طرف حبيب اللوس، واللي قال مجي الرحمي مرة أخرى يوري عداء للإسلام، وللأمر هذا ما عنده حتى أساس من الصحة. التهديد يوصل طبعا الأمن وزارة الداخلية ولا لا أساس، قامت بكل الاحتياطات من أجل تأميني، وتهديد جدي واللي فيه قرار بتصفيتي في 48 ساعة، تصفية جسدية معناها باش يقع اغتيالي.